قبل نحو أسبوع أو أقل على حلول شهر رمضان المبارك بدأت حمى المسلسلات الدرامية أو ما اصطلح على تسميتها المسلسلات الرمضانية، طبعا بدأت تجتاح الشاشات العربية التي بدأت بدورها بث الإعلانات الدعائية. تنوع كبير هذا العام، نجوم كثر يتزاحمون لتقديم الأفضل في هذا الشهر. انت المارد تبع علاء الدين تبع المصباح استاذ؟ انت الصادقه، انا الزفت المارد الاحمر. تنافس شرس وعام ساخن بالأعمال الدرامية ومشاركة الفنانين العرب بأعمال خارج بلدانهم، ليظهر لنا الفنان الكبير يوسف شعبان معترضا على من أثار زوبعة الاعتراض منذ أعوام على المشاركة العربية العربية. العمل الحكاية دي أشرف زكي النقيب الحالي، يعني طبعا أنا ما عرضته وبهدلته وصرحت في الجرائد أنه مش فاهم الحكاية، وأنه في مصر دي حضن كل الفنانين العرب، فزي ما يعني هيروحوا فين اذا ما راحوش لحضنهم يعني، وقدرت اقنعه وغير رايه فعلا. يعني حياة الفهد المتجددة تعود بليلة عيد ينتظر أن تمتد 30 يوما تغوص فيها بتفاصيل المجتمع، وكليوباترا الشخصية اللامعة التي جذبت إليها الناس منذ القدم تجسدها فنانة لا تقل عنها تألقا وقدرة على جذب أبصار المشاهدين بعد نجاحاتها المتكررة، مما جعل الملكة نازلي تعود من المنفى عبر الشاشة تحت جناح نادي الجندي لتضعها في تحد كبير بعد غياب طويل عن الشاشة الصغيرة. الموقف ده لازم ينتهي حالا. حضور وغياب في الجزء الخامس من باب الحارة، وأحداث جديدة قد تحمل إغلاقا للباب وقد تجبر المنتج على صناعة باب جديد. قال معه الأمر دخل باب الحارة عمي أبو كامل. لا شو الحكي، ليش شو الحكاية يا جناب الضابط، شو بدكم من الباب العجال؟ هذا الباب طول عمره موجود هون وما حد انزعج منه. لأن الأبواب القديمة بدأت تفتح أقفالها لتدخل منها رشا شربتجي وتيم الحسن وفراس إبراهيم بأسعد الوراق، عائدين به إلى الشاشة بعد 35 عاما من نسخته الأولى المحققة نجاحا باهرا، فالتاريخ مغر لكشف أسراره، خاصة السنوات الأخيرة من عمر الخلافة العثمانية وأسباب زوالها في مسلسل سقوط الخلافة، بين قلنا لمشاهد من أجواء أهم المعارك الإسلامية في أضخم عمل درامي عربي يحمل اسم القعقاع. ماذا لو عرف جلالته بأن أخت السلطانة تبدي إعجابها دون خجل؟ من يقف وراء هذه الهزيمة؟ الخبز الحرام يلامس مناطق حساسة في حياتنا ويرصد حالات الانحراف والعلاقات غير الشرعية بجرأة لا تقل عن جرأة تخت شرقي بعزفه المنفرد على المتناقضات المجتمعة في الشخص الواحد، كحالة هند صبري في عايزك جوز محاولة الهرب من العنوسة والرجال، بينما غادة عبد الرازق ورغم فقرها في زهرة وأزواجها الخمسة تنعم بحظ قوي في الأزواج لتثير حنق بعض الرجال الباحثين عن التعدد حلما لعدم قدرتهم، ما يضعنا في حيرة من نتابع من الأعمال الدرامية العديدة والتي لن يحتمل تقريرنا هذا احتواءها كلها. سعود الخلف، العربية، الكويت.